موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم VSL. السلام عليكم، اليوم جايب لكم مقطع جديد روكت ليج. قبل ما نبدا المقطع لا تنسون لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات. لا تنسون كود الاكتشاف شوب VSL موقع روكت ليج اكستشينج. الرابط في الوصف. الكريدت عندهم ارخص من اللعبه، وكذا عندهم السياره اللي بلعب فيها اليوم اللي توها ما نزلت. من هذا المنبر اشكر روقان او فهد، قناته في الديسكربشن وصلوا 50,000، ما بقى له شيء، حرفيا 2200 مشترك وخلاص يوصل 50,000، فتكفون كلكم اشتركوا عنده ولا تقصرون معه. اعطانا السياره وبعدها وفروا روكت ليج اكستشينج، يعطيكم العافيه وان شاء الله تستمتعوا بالمقطع. خليك مع المقطع. هذه سياره الدينجو، حاليا مركب عليها الباكس مود. خلوني اطفي الباكس مود. هذه هي السياره، شوف كيف شكلها غريب، بس يقولون انها زي الهيت بوكس حق الاوكتين، يعني كانها اوكتين بس بشكل ثاني، لكن هالشيء انا يعني ما احس انه صدق لاني لعبت فيها في البث المباشر على تويتر. رابط فلوس شبه يوميا ان شاء الله، وكذا نلعب ونسولف وذا، فتابعوني على تويتش يعني، رابط فلوس. خلوني اوريكم بس السياره، شوفوا كيف شكلها غريب، يعني كانها صغيره بس مي بصغيره، حرفيا مي بصغيره. شوف كيف طيران فيها. نخش فيها جيم كومب، طبعا حاليا انا تشامبيون 2 ديفيجن 2، فنخش فيها جيم وباذن الله نحاول نفوز فيها كلها. اذا ما فزنا فيها كلها ايش نسوي يعني، لان راندوم الوضع فعادي يعني. خوي جاهز؟ تكفى قل لي انك جاهز. تكفى. اوكي سبقناه بالهذا كيك اوف. روح يا خوي، جاب العيد خوينا شوي ورقع الوضع. اوكي يا ساتر، والله صدها. ليه تفجر ليه؟ اوكي يا ساتر، والله انه محظوظ 1000 ذا. شوت نويس يا عيني يا عيني. الحين المفروض اني صادمه بس ما ادري ايش صار. نابر اخيرا ادم جريت باس تي جي والبليت. والله لعيبين الامان، لعيبين. تكفى اسيست، اخذ البوست عنهم قوي. احس اني ما تعودت على وزنيه السياره، والله احس انها صعبه شوي. تكفى يا خوي. كلوز ون عطني. ايوه وات يا خوي، وش ذا؟ شوت خشت اللي قبل شوي، قسم رب الكعبه مال ام داعي. ما تلحقني يا خوي، يلحقني نفس الاتجاه نفس كل شيء. هنا هذا ناوي يفجر ليش؟ ايش سويت له انا؟ اوكي والله يحطني اسست. اسست اليف. اخذ بوست عندهم. يمديك خوي. والله قاعد يطير وما معي بوست انا بعد. ما تزرف. ما تزرف يا ابوي. او تلعب يمين بس. والله اني العب معك قسم بالله. قولك. اوكي. روح. من راح ذا؟ شي موقفه؟ شكله فرفت؟ والله شكله فرفت. بسرعة. اوكي واحد منهم لقلق. جي والبليد اخير. جينا باللون الاسود. بسم الله. الكوب وديني. والله حرفيا السيارة يعني ما تجد شلون. اللي يقول هذي اوكتين مو بوكتين ابدا. كذابين. والله مو بوكتين ابدا. بالنسبة لي يعني. خش الخصم. اوه. هذا قد يلعب فورمولا. والله ما اثق فيه. دو فليب. انا ما اثق فيني. والله العظيم اسف، اليوم لعبي بزياده سيء بزياده، بس نعوض يا اخوي. انا اسف يعني اللي قبل شوي بلب اللي ورا يعني. لا ما تسوي كذا، تكفى. يا ساتر، لازم ناخذ بوست.
انا ما ادري شلون الحقها زي كذا. رافي اوه حلو حلو يا اخوي والله حلو. قالك لا هذه ما فيها سوري هذه يا ساتر. يعني خوي والله هو متحمس مره. كريسماس والله صك في العارضه صك محترمه. ان شاء الله اقدر ان شاء الله اقدر. والله بعيده امشي. لا لا يا خوي لا 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 الله ما ادري قاعد يصير. لا تكفر والله الحظ. يا الله اجل كيف ما تملكت شلون. ايوه نايس شوت. الله يعني يا الله والله العظيم ترى كان يديني اشوت على المرمى على طول بس حطيتها هنا عشان كذا ينط وما يجيبها وبعدها اشوت النطه كذا بتروح عليه فلو غلط جي زي. يا ساتر الحظ والله اني بغيت ازرفه وبغيت اخرب عليه. الحمد لله يا رب الحمد لله نايس. امشي يلا شوت يا خوي. حلو حلو ايوه ايوه ما طاح ما طاحت يا كفرون. والله خوينا ما قصر صراحه راعي الاف 1 او فورمولا 1 نايس والله نايس. يعني سياره تقييمه حاليا كانها اوكتين مو اوكتين. من ناحيه الطيران ما اشوف اوكتين ابدا من ناحيه الارض تقريبا كنا اوكتين. نقش وافلب لا روح روح كلوز ون والله كلوز. ايه ده ايه ده والقم هدف نايس الله العظيم نايس والله العظيم شعره يلمسها هنا. اوكي لك يا خوي نايس والله هدف ما ادري شلون جاء حرفيا ما ادري شلون جاء هجت فيني وكملت بوست لين اخر شيء صدمته شلون ما ادري عشان لا عشان عربي. لك يا خوي والله لك ما عليه ما عليه ما عليه حلوه 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 والله دايم يبعص الكور زي كذا ما ادري ايش وضعه ليش يسوي كذا ما ادري. اوكي يلا ها والله حلوه شوف الهدف مو بصاده مو بصاده مو بصاده الله صده اسمع واحد وراي صمله لا يا ساتر السيف والله قولك لا 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 ما تسويها بيجلطني هذا بيجلطني هذا ايوه هدف لا كلاس 1 جي جي والبليد اقسم بالله جيم جميل. طبعا هدفي ذاك الثاني صدف ما قصرت يا خوي انا ما قصرت. ادري ان اليوم بارد شوي بس حرفيا فيني خمول ما ادري من وين جاي. نمت قمت صورت في يوم ثاني سويت كل شيء حرفيا الحين خمول كذا احس اني بارد مره بزياده. يعني اوكي انا بارد مره الحين اذا شفتوا انه ما في حماس مره اعذروني هذه اقوى طاقه اقدر اعطيكم اياها للامانه. يعني امس صورت واليوم صورت الغيت تصوير امس خليتها تصوير اليوم ما فرق فيه. جريت باس نايس شوت والله نايس شوت والله شطفه. هلا بيسلم خوينا امشي يا سلام والله العظيم نايس. شوف السيف وشوف طقه بدون فلسفه ما ابغى اسوي اير رول لان اير رول هو اللي دايما يضيعني. نو وات ضيعها خوينا يستهبل ضيعها شوف كيف كانت عارضه يعني يمكن ترجع يمكن ترتد ما ادري. والله حظي عشان عربي صدق هذه والله عشان عربي صدق استغفر الله. شفيه
خوينا تكفى ركز بارك الله فيك. او ماي جاد تكفى خوي ايمك شوي بس والله حرام اقسم بالله. يا ساتر وش ذا البلوكات والله كذب اقسم بالله كذب. انا كذا متفاجئ من قوة البلوكات وهذا المريض الا بيصدمني. يا بني ادم العب العب اقسم بالله حرام. امشي البلوك يا ابوي. اوكي جاب ام العيد خويه جي جي هدف لي صدقوني بيطلعون ينفسون لو في فورفت كان سوى فورفت من الحين. خوي شوت ما عليه ما عليه ما عليه امشي. هذا اسمه مولتي انيمال عدة حيوانات ايش فيه والله لعبه ذا عنيف ما ادري ايش وضعه. امشي انه ما يجيب هدف. ايوه ايوه روح يا خوي والله يمديك. لا ما يفوز بل الله يا عيني يا عيني